بسألك في بعض المباريات الرياح الشديدة تكون لها عامل أساسي في المباريات، كيف تعطي النصائح لحراس المرمى؟ دي بقى حتى انا عندي وجهة نظر مهمة جدا، انه مدربين منتخبات او أندية كبيرة بتاعت بطولات لازم المدرب يكون خبرته كبيرة. خبرته كبيرة منها بقى الحاجات دي، لازم يكون عاش في الحاجات، عدت عليك، عاش في الحاجات دي. يعني لعب فوق سطح البحر، مش عارف ايه. في الوحل، في المطر، منافس شكله ايه، ازاي البطارية النفسية تديها للاعب وتديها له ازاي، ودايما انا بشرحها دايما عشان المدربين يعرفوا. ما بقتش ايه، بقتش دايركت، بقت اندايركت. ممكن تقول كلمة في اول الاسبوع، كلمة في نص الاسبوع، كلمة في اخر الاسبوع، تعمل جملة، تعمل تأثير، يعني بقت لها لعبة كبيرة. بحيث ان انت يعني لو هتشتغل في اجواء معينة او حاجات زي كده، فطبعا لازم يكون المدرب ملم بال يعني مثلا في اوقات بتقول بتشرح للحارس في مثلا الرياح دي العب من تحت، وعشان المستحوذين على الكورة عشان ما تبقاش كورة 50-50، او لو مضطرين ان حد يلعبها من تحت على الارض، او هو يلعبها من تحت على الارض عشان ما يحصلش الهواء يبقى عامل. لا في حاجات، في حاجات كتيرة جدا. تمام. هدير شعبان بتقول لك بقى كده يا كابتن تأكل الشناوي في بقه، زعلت ناس كتير. موضوع صورة الشناوي ده صحيح؟ ده اعلان تجاري. كان اعلان عاملينه للتلفزيون، المخرج قال اعمل كذا 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 كذا، بس اتخذت بقى في اتجاهات تانية. طبعا بس الحمد لله حتى دلوقتي الناس بقت مقتنعه انه ان كله كان صح. كله طبعا كان صح. الحمد لله. ما هو ده اللي انا بقوله لك. كله بيبان لله. حتى في موضوع يعني فيدباك دلوقتي، حتى انا امبارح سعدت جدا كان في يعني خناقه بيني وبين الكابتن رضا عبد العال، ودايما اراءه بتبقى سلبيه عني وكده، ولكن امبارح سعدت جدا برايه، قال حاجه حلوه قوي، قال اكتر حد اثر في الشناوي كابتن احمد ناجي. لانه وهو على سجيته طيب. كنا اتكلمته الفتره اللي فاتت وكان فاهم حاجات مش صح، لكن اتمنى له التوفيق وان شاء الله يعمل حاجه كويسه مع البلديه ان شاء الله.